معكم على السماء مكملين بفقرات برنامج يومك عسلي. سعد صباحكم بكل الخير جميعا. وإذا مثل ما حكينا رح نحكي شوي عن رياضة الكاراتيه ونحكي عن أهميتها في بناء الجسم، وقديش حتى في هاي الأجواء كمان الباردة إنه جميل إنه نتوجه لممارسة هذه الرياضة، ونشجع كمان الأهل على إنهم يوجهوا أطفالهم لهاي الرياضة حتى إنهم يشغلوا وقتهم بشيء مفيد، وفي نفس الوقت ممكن إنه كمان يكون لهم مفيد نفسيا وجسديا ليس فقط جسديا. برحب بالكابتن أمين بشارات. أهلا وسهلا فيك كابتن أمين، صباح الخير. صباح الخير عليك وصباح الخير لجميع المستمعين. صباح الخير. أهلا وسهلا في حضرتك. يعني كابتن أمين، إحنا صرنا نلاحظ إنه فعلا صار في وعي أكثر وثقافة أكثر تتعلق برياضة الكاراتيه، وقديش كمان في أهل صاروا يعني مقتنعين تماما بأهمية هاي الرياضة في بناء الأجسام وفي تحسين كمان الصحة مش بس الجسدية كمان النفسية لأطفالهم، صحيح كابتن أمين؟ يعني اولا شكرا للمقابله وشكرا للسؤال. يعني الان احنا بعالم التطور، يعني بعالم التقنيات العاليه، واذا احنا ما توجهنا انه احنا نستثمر في ابنائنا في بنايه الجسد والعقل، اتوقع انه رح ندخل يعني كثير في مشاكل. لانه ثبت علميا يعني باخر تقرير علمي انه ممارسه الرياضات القتاليه في السن المبكر بالاطفال، يعني السن المبكر بالاطفال بيخلي الطالب الولد عنده والأطفال بيخلي عندهم ذكاء. وهذا الحمد لله رب العالمين. يعني أنا من خلال مسيرتي في هذا الرياضة صار لي 30 سنة بمارس هذه الرياضة، وبعلم وبدرب وبدربها طبعا في أكاديمية الأقصى في فيتنس فان، وبدربها كمان في بجزء من الروضات الرائعة. فأنا اكتشفت إنه بعد فترة من الزمن يعني الطلاب اللي أنا كنت أدربهم ومارسوا هذه الرياضة فعلا انه الذكاء يعني عندهم ذكاء مش طبيعي. لانه الرياضه هذه مش بس هي بتقوي الجسد وبتعطي ثقه بالنفس، بتعطي كمان يعني للانسان كيف يتعلم يدافع عن نفسه، لا هي بتعطيه كمان كيف يكون منضبط، كيف يكون محترم، كيف هو يساعد الناس، كيف هو يكون عنده انسانيه كمان، لانه كمان يعود نفسه انه كمان ما يكونش عنده العدوان الشغلات العدوانيه. لانه في هاي الرياضه بصير في عنده تهذيب اولا للنفس، تهذيب للجسد. طيب كابتن أمين، يعني خلينا نحكي حتى كمان لعبة الكاراتيه من أي فئة عمرية، يعني خلينا نحكي حتى من عمر صغير بيقدروا الأهل أنهم خلوا ابنهم يتوجه لهاي اللعبة، يتوجه لهاي الرياضة، يعني لا يقتصر على فئة عمرية معينة، صحيح لا كابتن لا. أمين؟ لا صحيح صحيح، هي لا تقتصر على عمر. هي أصلا إحنا يعني إحنا بالأكاديمية الأقصى وبالصن إحنا دائما كنا نستقبل الطلاب والطالبات، يعني ذكور وإناث حتى كبار السن كمان من عمر 4 سنين فما فوق. هلا كثير من الناس مثلا كان يعني ليش لانه لما انت تبلش تزرع في ابنك الرياضه ورياضه الكاراتيه بالذات بصير في عنده هو نوع من انواع، اولا كيف هو انضبط، كيف هو يحترم، كيف هو يعني يتعود انه يعني يعود جسمه، يعود بدنه، يعود فكره كمان، عقله كمان، كيف هو بده يصير يمارسها، وكيف هو بده يصير يدافع عن نفسه، كيف هو بده يقوي حاله. صحيح. حتى الحركات البدنية، يعني إعداد الحركات الرياضية اللي احنا نعملها على التمارين مع الأدوات، كيف هو برضه يتعود انه يصير في عنده نشاط، مش يتعود بس يكون في عنده كسل، مش يتعود بس على موضوع الكسل انه يمسك هالايباد او يمسك يقعد على شاشة التلفزيون. وانا بقول لك يعني هذا الحكي أقول لك أنا يعني حلو، انت حكيت نقطه كتير مهمه كابتن امين. يعني هلا خلينا نقول انه الاهل اللي مش عارفين كيف ممكن انهم يبعدوا اولادهم اطفالهم عن هاي الاجهزه الذكيه، وصراحه كثير شكاوى من الناس على هذا الموضوع، يوجهوهم لهي الرياضه، يجيبوهم لفريق ابشارات الدولي، يجيبوهم لفريق ابشارات الدولي للتيم الكامل في اكاديميه الاقصى وفي مركز المحترف في فتنس فان متعة اللياقة. جيبوهم، احنا جاهزين نغير هذا السلوك، نغير طريقة تفكير الأولاد، نغير طريقتهم للإشي الإيجابي. وفي نماذج صح؟ في أمثلة ممكن نحكي عنها؟ طبعا. أنا عندي أنا ببدأ في أولادي، أنا في ابني، في أولاد الصغار لما بروحوا عند بارصيدهم وبتطلع على شاشة التلفزيون، لما بروحوا بكونوا بطريقة يعني مش طبيعية، يعني صياح وعصبية وإشي مش طبيعي. لما بنزلوا بيلعبوا الرياضة، يعني لما بنزل بنتي قليلة عمرها تنزل تلعب كاراتيه وتلعب رياضة، بكون هذا يومها مش طبيعي. يونس لما بيطلع بيلعب رياضة كمان وبمارس، وبيطلع بالطبيعة كمان وبمارس، يعني الألعاب اللي هي كمان بدها. أنا بقول لك ليش الأهل إحنا عندنا، وما شاء الله يعطيهم العافية الأهل يعني هم بدهم أسهل إشي. شو أسهل إشي له؟ أقعد على التلفزيون ماما،
خذ مصاري روح اشتري صح. روح اعمل كذا اسهل شيء له. اما كيف انا بدي اقعد انا وياه مثلا اعمل العب انا وياه ارسم انا وياه او اعمل او اتحرك او امارس رياضه او اقول له انا اخذه بالسياره معي ولا تعال بدنا نروح انا وياك يوم نلعب رياضه انزلك على النادي تشوف كيف بيلعبوا الاطفال وكيف تشجع على هاي الفكره او تحضره وتشوف كيف الاطفال هذول بيعملوا. هلا هذا الحكي جزء اساسي الاهل لازم يتوجهوا للناس المختصين. لما انت بتتوجه للانسان المختص هو بينفعك. مو انت لما بتاخذ النصيحه هلا اليوم النصيحه بتاخذها انت بلاش بتنفع معك في المستقبل. صحيح. ودائما الحياه احنا الحياه علمتنا من ضمن من اهم الاشي اللي هو أصل نبينا سبحانه نبينا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول المرء على دين فلينظر أحدكم من يخال. يعني الإنسان على دين صاحبه. إحنا مشاكلنا الكبيرة في الصحبة كمان. يعني الصحبة إذا ما كانت الصحبة صحبة إيجابية وصحبة ما شاء الله دائما بتروح للهوي. وكمان برضو مهم جدا الاستثمار. يعني الإنسان عشان أنا أستثمر بدل ما أنا أشتري لابني آيباد وأشتري له آيفون مبلغ وقدره بجيبه ولا بحطه في نادي بسجله في هالنادي بوصي المدربين عليه وبدلني أتبع معه بدل أنا. يعني الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا كعيلة الحمد لله رب العالمين نشأنا في عيلة بسيطة. أبونا كان موظف إمنا كانت الله يرحمه موظف وأبوي الله يرحمه كمان موظف لكن إحنا نشأنا وبلشنا نتمارس الرياضة وخلت هاي الرياضة عنا صار عنا زي ما بنحكي عن أسس تربية صحيحة وسليمة كابتن أمين. إحنا بنحكي كمان أنت كيف كمان بتنشأ أطفالك وولادك على نمط الحياة الصحي. وإحنا شايفين الأمراض هلأ والمشاكل الصحية اللي بيعانوا منها الصغار حتى يعني بطل يقتصر على الأشخاص المسنين صرنا نشوف أطفال صرنا نشوف شباب صغار في العمر يعني عم بيعانوا من أمراض. بالضبط ليش؟ لأنه ما في عنده مناعة أختي لينا ما في مناعة صح. إحنا جسمنا أول إحنا بناكل الأكل مش منيح للأسف بنمشي منيح بنلعبش رياضة إحنا ناس معرضين ليكون في عنا يعني مناعة ضعيفة. يعني إحنا الحمد لله بظل الكورونا كلها إحنا كعائلة وكعائلة رياضة الحمد لله ربنا انصبنا في الكورونا لكن الحمد لله ربنا ما حسينا فيها. أنا أولاد انصابوا بس ما حسوش فيها يعني ما كان عندهم أي أعراض الحمد لله. يعني فرق إنه أنتوا بتمارسوا الرياضة يعني عشان هيك صحيح. مش بس إحنا صحيح. مش بس إحنا حتى الناس اللي أنا بحكي مع كمان الناس اللي عندي بمارسوا الزبائن عندنا الناس الأسرة أكاديمية الأقصى إن فتنس الناس الموجودين بمارسوا الرياضة أصلا هم بيخسين عندهم مناعة قوية جسمهم بيكتسب مناعة قوية وأي فيروس سواء كان فلونزا ولا رشح ولا وجع راس أي في أي شغلة لما أنت تعود جسمك إنه هو اللي يقاوم انت بتصير عندها. يعني كثير احنا مثلا في شغلات عندنا مثلا ان الواحد بفكر انه الرياضه بتتعب. يا عمي امسك سيجاره ودخن سيجاره السيجاره بتستمتع فيها انت زي ما هم بيحكوا اللي بدخنوا طبعا انا يعني كل الاحترام بيستمتع بالسيجاره لكن هي من جوا بتهدم الجسم صح. الرياضه عكس الرياضه انت بتتعب وبتعرق وبتبذل مجهود ويعني بتكون مروح غير شكل بس انت لما تروح بعد ما تاخذ الدش وتتريح بتحس انه في عندك اشي صار اسمه هرمون السعاده بتحس انه في عندك صار جسم بتحس انه في عندك اشي بتقدر انت تساعد فيه. هذا الحكي كلياته ما بيعرفه الا اللي قام بمارسه. حتى كمان رياضه الكاراتيه من خلال مسيرتنا الطويل الحمد لله رب العالمين مع الاجيال الحمد لله انا عندي اجيال انا ربيتهم بالكاراتيه وصاروا ما شاء الله نشأوا من هون اطفال عندكم في الاكاديميه وبعتوا اولادنا يعني بعتوا اولادهم تخيلي يعني اولاده بعتهم يا الله. عائلات الحمد لله عائلات رائعة يعني كانت موجودة في أكاديمية وما زالت موجودة في أكاديمية الأقصى كان الأب والأم وهلأ بعتوا أولادهم. هاي المسيرة كلياتها الحمد لله رب العالمين بتدل على أول ما تفضلت إنه صار في عنا وعي الوعي اللي موجود عند الأهالي الحمد لله رب العالمين كل الاحترام لهم هذا بدل إنه صار في عنا ثقافة لهذا الموضوع. عشان هيك أنا بقول دائما إحنا لازم نغير أي مفهوم ما تقول أنا ما بديش ما تقول أنا ما بحبش يعني روح جرب صحيح. يعني تعال جرب يعني تعال احنا بالنسبه في اكاديميه الاقصى في فتنس صن احنا فاتحين ابوابنا لاي انت لاي عيله لاي ولد لاي طفل لاي مره لاي حدا بحب يجرب يجي يجرب من اي عمر من عمر 4 سنين فما فوق حتى كبار السن ممارستهم للرياضه بتقوي الصحه عندهم والمناعه عندهم. يعني احنا كمان في متعه اللياقه في فتنس صن احنا عندنا يعني نادي متكامل حيث تجتمع العائلة يعني اللي بده يجي الأب بيقدر يجي الأم بتقدر تيجي البنت بتقدر تيجي لكل أفراد العائلة كل أفراد العائلة واللي مستثمر في ابنه في الرياضة صح. وأنا بقول دائما يعني شكرا كثير طريق المحبة شكرا للطاقم طريق المحبة اللي دائما يعني بيستثمر واللي دائما بيعمل اتصالات وبيحاول يتابع وبوصل صوتنا وبوصل المعلومات المفيدة بكل الجوانب للأهالي وهذا الشيء بدل على ثقافة هذه المحطة وعلى الطاقم الموجود فيها. وإحنا
بنشكركم يعني شكير يعني لنا شكر كثير لكم. كمان بهمنا انه الاهل يعرفوا انه هذه الرياضه هي رياضه مش عدوانيه. صحيح. غير المفهوم هذه رياضه مش عنف. هي ما لها علاقه بالعنف، لا يعني هي مش رياضه عنيفه نهائيا 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 يعني، ولها قانونها ولها انا الحمد لله يعني حكم دولي الحمد لله في الرياضه يعني، حتى في 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 المباريات الفاتحه احنا في عندنا قانون، في عندنا التزام، حتى في التدريب احنا التدريب المدربين عندنا الطاقه موجود عندنا اللي يعني موجود عندي الكوتش خليل بشارات والكوتش عبد الله بشارات وضحى بشارات وشدا بشارات وزين بشارات وانس بشارات، الكوتش كل العائله الموجوده عندنا الحمد لله كلهم عندهم خبره وعندهم الحمد لله يعني كمان يعني مفهوم رائع يعني حتى في التدريب، لانه التمرين اللي التمارين اللي بنعملها ما بتعمل عندك مشاكل مستقبليه، فعشان هيك احنا كل شيء عندنا الحمد لله مدروس. كابتن أمين بالنسبة للكاراتيه، لأنه في ناس عم تسألنا، دائما بتستقبلون يعني أطفال وبتستقبلوا المشتركين عندكم ولا في دورات معينة مثلا؟ احنا ما عندنا مشكلة، احنا ما عندنا دورات صحيح، لكن احنا بأي وقت يجوا الأهالي بدهم يسجلوا ما عندنا مشكلة، طبعا نستقبل ونعطيهم مواعيد ونعطيهم برنامج ونعطيهم اهتمام من خلال المدربين والطاقم الموجود، سواء كان في أكاديمية الأقصى اللي بشارع فيصل أو بفتنس فن اللي بضاحية النخيل طلعت حياة نابس، يعني احنا بأي واحد من الأهالي بحب يزورنا ويجي عنا أهل وسهلا فيه نتشرف فيه وما عندنا مشكلة، بالعكس ويجيب ابنه ويجيب ابنه يجرب، يجيبه بأواعي رياضة يجرب حصة وحصتين ورح يشوف مدى يعني مدى الاستفادة اللي ابنه رح يستفيد. بس أنا بقول لكم يعني عبر محطتكم الرائعة للأهالي دائما هذه الرياضة بدها صبر، يعني صحيح. يعني بدنا نتحمل مع بعض وبدنا نصبر، مش كل شيء الولد الآن احنا مسؤولين عن أبنائنا من يوم ما ينولدوا لحد ما يصير عمرهم 18 سنة وفما بعد، احنا مسؤولين عنهم عن سلوكهم عن تربيتهم عن استمرار عن اكلهم، لانه انا بقول له لازم تاكل هذا بابا او ما تاكل هذا، حتى عن ممارسه للرياضه، انا الان في هاي الفتره لازم انا انصح اولادي ولازم اكون انا معهم، مش كل شيء بدوش انا بديش، لازم نعوده انه مظبوط يقول لا صح. بس يقول لا للإشي اللي هو مش مفيد له، مش للإشي المفيد، يا بابا روح العب رياضه، لا ما بديش، طب اقعد على الجوال بدي، يعني تخيلي انت لانه بده عامل الايش اللي بده، هو الشيء اللي بده الاهل عليهم الأهل. دور الاهل عليهم دور كثير كبير. يعني كابتن طبعاً. امين بشكرك كثير لوجودك معنا، يسعد صباحك بكل الخير، وهي دعوه يعني موجهه للاهل انه اهتموا باطفالكم، وجهوهم لممارسه الرياضه حتى ان شاء الله انه يحافظوا على اجسامهم وعلى مناعتهم كمان ويحموا انفسهم من الامراض، وحتى هذا الشيء كمان بيعزز من صحتهم النفسيه مثل ما تفضلت حضرتك. شكرا كثير لك المدرب والحكم الدولي ورئيس اكاديميه الأقصى للكاراتيه الكابتن أمين بشارات، شكرا. بعد الفاصل مستمعينا رح نتابع معكم بفقرتنا، فقرتنا الطبية رح تكون مع دكتور جواد البيطار، رح نحكي عن تأثيرات البرد على صحة الإنسان، هل فعلا ممكن يسبب مشاكل صحية مستقبلية؟ رح نجاوب على هذا السؤال بعد الفاصل، خليكم معنا.